السلام عليكم، نكمل عندنا من المحاضرات مالتنا مالت الماس. هذه من لكتشر 7 اللي هي اغلبيتها examples، يعني امثله احللكم اياها بشكل اسئله يعني باشكال مختلفه. فبس بيها هالاربع سلايدات هي عاية تكملة المادة، والبقية كلها امثله. فراح اشرح لك هالاربع سلايدات واللغة الأمثلة والإكزامبلز. هذه مثل ما قلت لك أنطيك فترة أسبوع، يعني تقريبا أسبوع، ووراها حتى نسوي يعني فد محاضر أونلاين. نجي عندنا على الأمينات. الأمينات حالها كحال أي أورغانيك كامباوند، تكون بشكل أليفاتك أمين وتكون عندنا بشكل أروماتك أمين. الأليفاتك أمين الموليكولر أيون بيك مالتها يكون ويك، لكن الأروماتيك أمين شي يكون عندك الموليكولر أيون بيك يكون عندك سترونج ريزونانس. زين، هنا ممكن يصير عندك بريك داون المن للكربون، كربون اللي هي إيش مجاورة المن عندك للنيتروجين، يعني مثل ما حكيت لك بالأكسجين، مثل ما حكيت لك بالهالايد، دائما إيش راح يصير عندنا بين الهيترو أتوم والنيبورن كربون يصير عندنا دبل بوند. إذا وين يصير عندنا الكليفيج؟ كأنما يصير عندنا بين الألفا كربون والبيتا كربون، يعني بين الكربون اللي ترتبط بالهيترو أتوم والكربون الأخرى. إذا لاحظ هنا شلون مثل في حالة الكحولات قلنا أوكسونيوم أيون، في حالة الهالايدات هم شرحناها نفس الشيء، يجيك مركب بي نيتروجين بي أوكسجين بي سلفر فسفورس هالايد، كلتها راح يصير عندك دبل بوند بين الهيترو أتوم whatever the type of hetero atom and the neighboring carbon. إذا صار عندنا هذا الفريجمنت اللي هو يكون عندك ستيبل فريجمنت، وممكن إنه يصير عندك لوزينج ذا R جروب اللي هي تكون اللارج 1، واعتيادي راح نسوي إيش؟ نسوي عندنا سويتشنج. يعني لاحظ هسه مثلا عندنا هنا أول شيء مثل ما حكيناها بوحدة من المحاضرات، تطلع عندنا اللارجست R جروب، بعدين السمولر 1 and the smallest 1 تطلع عندنا آخر وحدة. الكليفج من الأمينو أسيد هذه إنه تطلع عندك الإستر جروب وتطلع عندك الكاربوكسي جروب اللي هي تطلع عندك كأنما عندنا نسميها الإستر جروب، يعني كأنما إذا كان عندي هنا أمينو أسيد وتعرف الأمينو أسيد بـ 2 إنتس اللي هو الإند الوحدة اللي تكون عندك بشكل NH2 أمينو إند، والإند الأخرى تكون عندك بشكل كاربوكسيليك أسيد. الأمينو أسيد ممكن يكون عندك بشكل إستر فورم. إستر فورم معناها إيش؟ يعني معناها ببساطة يعني أنت عندك هذا عندنا الأمينو أسيد، هذا عندنا الأمينو أسيد، يعني يكون عندك بشكل هذا عندنا الأمينو أسيد، هنا عندنا عندنا هذه NH2، هذه الأمينو إند مات الأمينو أسيد، وهاي واتبار تكون موجودة عندنا، وهذا راح يكون عندنا بهالحالة راح يكون عندنا الكاربوكسيليك إند اللي هي COOH. من بمكان ال H أشيل ال H وأدخل عندنا R جروب، معناها سويت استرفيكيشن للأمينو أسيد، فهذا يعتبر عندنا الإستر فورم أوف أمينو أسيد. احد انواع الكليفج للاستر فورم اوف امينو اسيد للاسترز امينو اسيد انه هذه الجروب كلها راح تطلع، يعني مو بالكاربوكسيليك اسيد تطلع عندنا الجروب مات السي او او اتش، اذا هنا بالاستر فورم مات الامينو اسيد راح تطلع عندنا هذه الجروب. زين، هذا اللي هو نقصد به. من يكون عندنا هنا يعني لاحظ عندنا هذا الجزء، هاي اللي حكيتها قبل شويه انه قلت لك دبل بوند بين الهيترو اتوم والنيبورن كربون، يعني شوف عندنا هذا هنا، شو ممكن هذا المركب اجي اشتغل عليه الكليفج؟ هذا ممكن ان اشتغل عليه كليفج بالشكل التالي، انه اول شيء تطلع هذه الار جروب، طبعا هاي خلاص انتهينا انه اول بيك راح تطلع عندنا الموليكولر ايون بيك، هذا منتهين من عندها، لكن هسه كمركب هذا شوف ايش كم جزء بيه امين وبيه هنا استر. إذا أول جزء ممكن شلون أجي هذه أطلعها وأبقي هذا، أرجع هذه أطلعها وأبقي هذه، هذه من جيت طلعتها بشكل free radical وهذا positive أسوي switching.
ارجع هذا من طلعته بشكل فري راديكال وهذا بوزيتيف ايضا اسوي سويتشنج، هذا الجزء اسوي عليه فرذر فريجمنتيشن، انه تطلع ممكن عندي تطلع السي الاو ار لا ضعيف، انه تطلع الاو ار بس قلت لك الماس بيها ترهيم بس ضعيف، الاكثر انه منو تطلع عندك، تطلع عندك الكربوكسيليك جروب ويبقى عندك هذا بشكل كربوكاتيون واجي اكمل الشغل. وهذا همين من اجي اطلع هذا يطلع شنو اشوفه، هل هو الكان هل هو الكين كحول واتيفر، اروح اشتغل نفس الفريجمنتيشن روتس شلون قبل شويه من حكيناها على البنزل والكحول اجي اكملها. المكلافرتيري اريجمنت انه لازم تطلع عندنا ال NH3 بالمكلافرتيري اريجمنت نفس الحاله، المكلافرتيري اريجمنت نفس الحاله اللي اشتغلناها سابقا لكن مكان الاكسجين انا اجي اخلي النيتروجين، ما تطلع NH3 هنا تكون عندك نادر انه يصير عندي. لاحظ عندنا موجود عندنا مثلا هنا ايش راح يصير عندنا، راح يصير عندنا الاكثر تايب اوف كليفج بالنسبه عندنا للامينات هو عندنا الالفا كليفج. الالفا كليفج حالها حال الكحولات، شلون بالكحولات اعتيادي انه قلت لك هذه الكربون تعتبر الفا لكن ما هو بالماس ايش راح يعتبرون، احنا اعتيادي من قلنا الفا كليفج يعني الفا كربون تطلع بس قلت لك بالماس قلت لك صعب انه تطلع الاو اتش بحدها، هي تطلع بس تكون ويك. هنا شوف مثل ما نقول الـ NH3 صعب تطلع بس هي هم تطلع، فأكثر شيء شو يعتبرون هذه بالكيميكال رياكشن نعتبرها ألفا، بالماس راح يعتبر كأنما هذه الألفا حتى شنو تبقى هذه وتكون عندك الكربون دبل بوند ويا النيتروجين، فراح يصير عندك بمعنى آخر نقدر نسميها ألفا بيتا كليفج، البيتا كربون تطلع فراح يبقى عندنا هذا. هذا ايش راح ينطيك عندك؟ ينطيك بيس بيك بالايش؟ بال 30. تذكر بالكحولات قلنا وين؟ بالكحولات بال 31. هنا شنو بال 30؟ تذكر بالكحولات قلت لك شنو الفرق بين البرايمري والسكندري والتيرشري؟ قلت لك مو دائما اضيف 14 اللي هي تعادل لك السي اتش 2. تذكر من قلنا 31 يعطيني البرايمري، ضفنا 14 انطانا 45، انطاني السكندري وعلى 45 اضيف 14 انطاني 59، انطاني التيرشري. هنا همينا مو احنا عندنا الامينات برايمري وسكندري وتيرشري، نفس الشغله سويناها بالكحولات راح نسويها بالامينات، انه دائما نضيف 14 14، يعني هذه اضيف الاطاني بيس بيك هذه للبرايمري امين، ضفت 14 ايش راح ينطيني للسكندري، وهكذا عندنا للتيرشري. هذا طبعا ممكن يصير بيه فرذر فريجمنتيشن. لاحظ هنا لاحظ يعني هذا المركب ايش قد اقدر اشتغل عليه، هذه موليكولر ايون بيك، ارجع ممكن ايش تطلع عندي، تطلع عندي ام ماينس 1. شوف هاي ايش كم مره صار عندنا ام ماينس 1 تطلع عندنا، زين طلعت عندنا ام ماينس 1 زين 15 ما يصير لها لوزينج؟ لا ممكن يصير لها لوزينج ل 15 حتى لو كانت ضعيفه، بس هنا انا ما رايدتها منك. بعد شنو ممكن يطلع عندي؟ هذه كلها تطلع عندي ممكن، وش ينطيني حتى ينطيني الستيبل بنزليك كاربوكاتيون؟ زين انا من عندي ستيبل بنزليك كاربوكاتيون هذا ايش راح ينطيني؟ التروبوليوم ايون. تروبوليوم ايون شو اقدر اسوي عليه؟ كم مره اشيل من عنده؟ 26 مرتين ينطيني بس 65 66 واشيل من عندها مره ثانيه تنطيني بال 39. بعد ايش عندي؟ بنزين رينج وين تنطيني؟ بالسبعينات. اشيل من عندها وين تنطيني؟ بدايه الخمسينات، هاي 50 51. شوف يعني اني هسه من حكيت شدي اشرح لك بس على الامينات، لكن لا تقول لي هاي ممكن اروح اشتغل تروبوليوم ايون، ممكن اشتغله بشكل فريجمنتيشن على بنزيرينج، اي ممكن، بس اني هسه التوك مالتي بس على الامينات. بس انت من خلاص احنا خلصنا الشابتر مالت الماس، انت المفروض تفتهم خلاص عرفت، تروح تشتغل عليه كل الفريجمنتيشنز العاديه. يعني لاحظ هسه هذا المنان شو ممكن ان نجي نشتغل عليه؟ ممكن اطلع الار جروب وتبقى لي هذه، وارجع اطلع هذه الار جروب وتبقى لي هاي. شلون بحاله الايثرات؟ نرجع من هو الموست ستيبل؟ الموست ستيبل انه يكون عندي دبل بوند بين النيتروجين وعندنا
الكربون اللي هي نعتبرها الفا كربون. فراح اسوي عندي الفا بيتا كليفج حتى لا تتخربط وتقول مره اعتبر هاي الفا ومره اعتبر هذه الفا، سميها الفا بيتا كليفج. هذه راح تطلع عندي، اذا حيبقى عندنا هذا كله فريجمنت بشكل بوزيتيف وهاي فري راديكال، واسوي سويتشنج نرجع نكسر مننا، هذه يصير عندنا دبل بوند، هذه كلها بوزيتيف وهذه فري راديكال، وايضا اسوي عليها السويتشنج بهش. خلينا نكمل هذا حتى نجي عندنا الاروماتيك. الاروماتيك مثل ما قلنا الموليكولر ايون بيك تكون واضحه، لاحظ همين ايش راح تطلع عندي ام ماينس 1 نكتب يمنا، ايش كم مركب اكو probabilities انه يعطيني ام ماينس 1. ام ماينس 1 ممكن تعطيك عندك، يعني ممكن طالب شيء يقول لي طب ما انا ممكن انه من اي سي اتش 3 اشيل الاتش وتطلع لي ام ماينس 1. اي صح ممكن، بس انا اقول لك losing of alpha hydrogen، alpha hydrogen، او اقول لك losing of hydrogen that bonded to active group. بهالحالة انا شنو حددت لك اياها من وين لازم تطلع عندك. اذا هنا ممكن شنو نضيف لنا، لاحظ تتذكر من كان موجود عندنا وين كان موجود عندي OH وقلت لك يصير تاتوميريزم وتطلع عندنا بشكل CO. ارجعوا قروا يا كسالة، مدى تقروا محاضرات الماس بسيطة، اشوفكم بالمحاضرات بالقاعة والله كريم. زين لا شاقة وياكم ترى، هي الماس صعبة يعني مو قضية واحد يعني صعبها، بس يعني هي اوريدي صعبة. على كل حال يصير لوزنج عندنا للHCN، HCN يعني هذه كلها تطلع عندك. اذا بهالحالة ايش راح تتحول عندك؟ تتحول الى 5 member ring. هذه طالب ممكن يسألني شي يقول لي زين هذا أقدر أروح أشتغل عليه وأسويه بشكل إنه مثل ما شغلنا بالتروبوليوم أيون. هاي أتوقع محمد أبو الكيمياء صيدلانية يسأل، ترى دا ما زحكم. فإذا هذه شنو ممكن إيه نقدر أروح نشتغل عليها وتتحول عندك من الفايف ممبر رينج إلى الثري ممبر رينج عادي، تنطيني 39 أشيل من عندها 26. يعني ما اجي احكيها هنا لان قلنا شنو اللي حكيناه سابقا، المفروض انت تيجي تربط من تشوفه هنا. اذا هنا راح يصير عندنا لوزنج لاحظ يصير عندنا هنا 93 موليكولر ايون بيك ام ماينس 1 يعني تفقد هيدروجين تطلع 92. لاحظ تفقد عندنا الاتش سي ان يعني اتش سي تربل بوند ان وتطلع عندك هنا بال 65، وعندك هذه هنا 66. لاحظ هذه اول شيء تكون عندك بشكل داي هيدروجين، يطلع عندنا هيدروجين ثاني راح يصير عندك بهالشكل، هذا يكون عندك مور ستيبل لانه بدل ما هنا الهيدروجين تكون بهذا الشكل عندك وفري راديكال، لا اخلص من الفري راديكال يكون عندي كومبليتلي بشكل كاربوكاتيون. وهذا 69 من يطلع من عنده ال 26 ايش راح يعطيك؟ يعطيك 39 اللي هي التراي ممبر رينج. بهالحاله خلصنا كل الماده مالت ماس. وإن شاء الله وراء ما نسوي المحاضرة اللقاء الحي معاكم على مود الماس راح نجي نبدي بالشابتر الحلو اللي هو شابتر الـ NMR. حتشوفوه شابتر كلش 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 ممتع، صح شوية بصعوبة يمكن، بس أنا أشوفها من أجمل الشابترات اللي موجودة بالإنسترومنتيشن. تسوي وهس إنه واحد يقرأها.